يقول السائل: ورد في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سؤاله: من هم أولياء الله، وكيف يستطيع المسلم أن يكون منهم؟ يا أخي واضح هذا، الله ذكر من هم أولياء الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، لهذين الشرطين: مؤمن تقي يكون ولي لله عز وجل. نعم.